النتيجة النهائية في مجموع المباراتين، البداية كانت قوية إذا لصالح الكوريين الذين تمكنوا من تسجيل هدفين، إذا أمام ضعف واضح للدفاع للحارس وللفريق ككل. إذا الهلال كان شبحا في هذه المباراة بحيث سمح لرافائيل دوس سانتوس دي أوليفيرا بتسجيل هدفين لكي يرتاح بعد ذلك، وذلك أمام فرحة الكوريين الذين عمقوا هدفين الفارق بهدفين أيضا في الشوط الثاني، 4 أهداف، نتيجة ثقيلة جدا ستؤثر من دون شك على طبعا الهلال وعلى المسؤولين، ورؤوس كثيرة ربما ستسقط بعد هذه النتيجة الثقيلة. نتيجة ثقيلة، 4 أهداف.